شيء من العذاب. هو فيلم أنتج عام 1969 من بطولة سعاد حسني وحسن يوسف ويحيى شاهين. يحكي قصة الفتاة إلهام التي تحاول الهروب إلى أحد الأماكن اللي يحتضنها، فتتفاجأ بأنها وصلت إلى مرسم أحد الفنانين بعد وفاة زوج أمها الذي ضربته بيد المظلة لمحاولته اغتصابها، فتغير اسمها من إلهام إلى سلوى. ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم، ويبدأ معها أكثر ما جذب انتباهي ألا وهو اللوحات. وجذبني أيضا وحدوية عنصر التمثيل الأنثوي متمثلا بسعاد حسني، وما سأتحدث عنه اليوم هو المرأة في الفن التشكيلي. حصلت المرأة على اهتمام كبير منذ القدم في الأدب والشعر، وبالتالي فإن وجودها بالفن التشكيلي لا يقل عن وجودها في الأدب والسرد وغيرهم. فاعتبرت المرأة عنصرا مهما لدلالة قيمة المرأة إنسانيا، فيمكن استنباط المعاني أكثر منها. ويبقى جسد المرأة هو الأكثر إلهاما في إطار الفنون التشكيلية، وقد برز ذلك في عدد كثير من اللوحات أو ربما كلها التي عرضت في هذا الفيلم. أبرز هذا الفيلم حضور المرأة في الفنون التشكيلية بنظرة نمطية أو استشراقية تركز على المرأة كرمز للدهشة والإثارة، وأبرزها كجسد أنثوي محض يثير الغرائز. بدليل ذلك وتأكيد عليه عدم وجود أي عنصر أنثوي إلا الممثلة سعاد حسني بدور سلمى أو إلهام، وهذا عمل على جعل كل التركيز متجها صوبها، كما كانت الأزياء التي ارتدتها بشكل عام مبرزة لمفاتنها، وجعلوها ترتدي الألوان الزاهية كالوردي والأزرق والأبيض. يفي يا يا سلام، ايش هيك دي؟ ايه رأيك يا خالي؟ انا خارج اتمشى شوي. لا ننكر بأن المرأة تعد مصدر إلهام لكثير من المواضيع، لأن هذا الفيلم قد ربط بين المرأة والحب على وجه الخصوص لاستنباط أفكار الفن التشكيلي. فالمرأة ليست جسد مثير، إنما هي أكبر من ذلك بكثير، وهذا ما لم يبرز في زوايا الفيلم.